وأعلنوا جهارا بالمناسبة، والموضوع ما فيهوش أي شيء يقلق ولا يخوف. أتمنى أن أنا أشوف صاحب السمو الأمير تميم يجي ينور القاهرة في لقاء جميل رائع، واجتماع يحمل كل نفس الود اللي ما بين مصر والسودان، أيضا ما بين مصر وقطر، يحمل كل روح الإخاء ما بين مصر والسودان، ويبقى برضو مع مصر وقطر. أتمنى على أنه أو أتمنى أن أنا أشوف هذا الاجتماع وهذا اللقاء وتدويب كل الخلافات اللي ممكن تكون ما بين القاهرة والدوحة، واللي ما بين الدوحة وما بين إخواتها في مجلس التعاون الخليجي. ومش هقول على أنه العلاقات ما بين مجلس التعاون الخليجي والدوحة بالتأكيد أقرب ما بين، لا خالص، العلاقات ما بين أبناء هذه المنطقة كما تعودنا أن نسميها المنطقة العربية هي علاقات كلها على نفس المستوى. أتمنى أن نشوف الأمير القطري أمير تميم موجود في القاهرة، أتمنى أنه تذوب كل الخلافات والاختلافات، أتمنى أن أنا أشوف تطور جميل ورائع ومبادرة طيبة من الدوحة، لأن مصر دايما فتح دراعاتها، مصر دايما بتقول أهلا وسهلا، مصر دايما عندها استعداد لنسيان أي إساءة في سبيل أنه إحنا نعيش مع بعض في إطار مش بس من التعايش السلمي، ولكن أن تعود العلاقات التاريخية ما بين كافة الشعوب العربية وبالتأكيد في مقدمتها مصر في علاقات ما بينها وما بين بقية المنطقة العربية.